السلام عليكم، معكم مايوفا، واليوم نزل مقطع جديد من لعبة Elder Scrolls 5 Skyrim. طبعا مقطع اليوم زي ما حكينا في المقطع السابق، بعد ما خلصنا قصة السحرة وجامعة وينتر هولد، وطبعا صرت أنا هسه رئيس جامعة وينتر هولد، الساحر الأقوى أظن. رح نبدأ اليوم بمهمة جديدة واللي هي مهمة الكومبانيونز. طبعا أنا بعرفش أي شيء عن مهمة الكومبانيونز صراحة ولا إشي، فاليوم راح نبلش فيها بعد ما أسوي شوية بناء في قصري. هذا هو طبعا قصري، زي ما تلاحظين قصر ضخم، وطبعا كلنا بنيناه مع بعض، وهسه راح أكمل في شوية أشياء في بنائه. خليني أخذ كل معداتي اللي حطيتها هان، خلينا نكمل بناء. طبعا في آخر إشي كنا نبني برج، بس في أعداء بانديتس. طب وينهم؟ حصلهم جوا البيت. أعداء مش جوا البيت، بس وينهم؟ تعرف رح أبعد عن هذا المحل. اوكي اختفوا هسه. آخ أخيرا، وين كانوا أصلا؟ You can't be serious. هاي يمه، هاي يمه، تعال تعال يا حثالة، رح أقضي عليك وعلى كل شعبك. أخيرا بقدر أرجع لشغلي من عند شت. اوكي هلا بنعمل مين سبورت، سكند فلور سبورت. شايفين البنا حلو. افترض هسه وهيك، يفترض انه البرج جاهز. طلع شكله شي خرافي. دام هذه مكتبة اظن. لحظة اشوف ايش كمان بقدر ابني. هيك خلص. اوكي اظن هيك المبنى خلص كليا. لحظة خلينا نحط اشياء هنا. القصر خلص كليا، مداخل من هان، غرف نوم، غرفة جوائز في اخر اشي، برج مكتبي هان. لحظة خليني ادخل من جوا اشوفها. هذا هو بيتي، ورح ابلش اضبط فيه من اوليته لاخريته. كمثال هنا رح نبلش نحط اشياء زينة، نقدر نحط مثلا طاولة، بنش، هذا الاشي، هذا الاشي. طبعا في كثير اشياء نقدر نحطها، بس انتم شايفين صار مثلا في اشياء حلوة، ملاحظين؟ وراح نبلش نحط كل هالاشياء لحد ما نعبي الدار. راح نسوي كل هالاشياء للحلقة الجاية، لانه يعني هيك خلصنا القصر كامل، وهلا راح نبلش نحط اشياء جواته. تمام؟ هلا خلونا نبلش بمهمة الكومبانيونز. طبعا عشان نبدا فيها اظن لازم نحكي مع رئيس الكومبانيونز اللي هو رئيس الجماعه، ف عشان نحكي معه هيو speak with the leader of the companions، اللي هي احكي مع قائد الكومبانيونز، وهو موجود هنا في منطقه هان، محل ما كانوا بيكاتلوا الجاينت في اول اللعبه. خلينا نروح نحكي مع رئيس الكومبانيونز. حسب معلوماتي المتواضعه ان الكومبانيونز هم عباره عن اشخاص كانوا جيش، بعدين صاروا أقل، في عندهم زي قادة عظماء أو إشي، ما بعرف صراحة، أظن تحكموا في العالم أو هيك إشي لفترة، ما بعرف، بس أنا بعرف إنهم هسه هم جماعة بيقاتلوا عشان الخير، هذا اللي بعرفه، أظن. أوه هم جوا المدينة. أوكي أظن هذا هو مقر جماعة الكومبانيونز، صح؟ زي كأنه السفينة مقلوبة. يلا ندخل، مبينة حلوة. اوكي اذا انتو الكومبانيونز ها، شايفين كيف بتدربوا على القتال وحركات، يعني مبينين مقاتلين. طلع وجه سراء. تخوف. بدي انضم للكومبانيونز. You dare question my skill, I can handle myself. لحظة كاني اكاتلك. اوكي تمام، بدي تجربني في قتال، راح افرجيك ايش راح اسوي فيك. اضربك بالسيف. اوكي ابلع، شوف قوة ايدي. ها كان سهل هذا الشيء، اعطاني سيفه اروح اضبط له اياه. وات، انا جاي عشان اكون مقاتل مش خدامك. اوكي اوكي راح اضبط. لحظة اشوف سيفه، حكى انه غالي. اشوف سيفه، هذا السيف اغلى مني. شفت سيفي؟ هذا
سيفك بخزي. اوكي اذا فيش حدا بحكم حدا في الكومبانيونز، كلهم صحبة او جماعة واحدة او تفاهمين، بس ادق قائدهم يعني. بدك تطلب مني شي؟ شو بدك؟ مش انت هسا حكيت لي ما كنتش خادم؟ لا لا مش مشكلة، بس هذا اوكي حكى لي اودي درع لبنت، فهسا راح اعطيها درعها. لحظة شوي، كانت تحكي لي بقدر اكاتل هذاك اللي تدربت معه؟ اه بقدر اكتله. ولا يهمك. تمام اوكي، اعطاني مهمة اني لازم اروح هسا. اوكي حكى لي هسا انه عندي مهمة. اوه مشان الله ابعد، خليني احكي. حكى لي اني لازم بس اروح اخوف واحد موجود في المنطقة، تمام؟ فراح اروح اخوفه يعني، بس اني ابين قوي، وحكى لي لا تقتله، ف راح احاول اجيت احل المشكلة. اوه ماي جاد، بديش اقتلك، ما بدي اقتلك بس اخوفك. هاي اهدي 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 اهدي، ريلاكس ريلاكس ريلاكس، بس بدي اخوفك، بس بدي اخوفك. شرب شر. اوكي اوكي اوكي، قربتي تموتي، ما بدي اقتلك. بليز 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 ريلاكس، ما بدي اقتلك. اه اوكي شكرا، نايس خلص، خوفتها خوفتها، مش مشكلة. اوكي حلينا المشكلة، خوفتها، هسا رح تبطل تسوي مشاكل. خوفت البنت، بقدر هسا اخذ مهمة كبيرة من القادة؟ اظن بقدر صح؟ شو بدك؟ اوكي رح يكون شرف عظيم اني اجيب لك اياه. اوكي يعني فاركس رح يجي معي في هاي المهمة. اوكي يعني لسه بعتبرونيش واحد من الكومبانيونز، لازم اسوي هاي المهمة. اه بدي اعرف شو هالشي. بيقدر يدربني على الهيفي ارمور، اوكي يدربني. اوف التدريب صار 2000 ذهبي. اتدربت 5 مرات على 2000 ذهبي. اوكي هلا مهمتنا نروح نرجع السلاح او قطعة من السلاح الاسطوري لاول واحد اسس الكومبانيونز، تمام. اه انت منيحة. اوكي بطلت احكي معك. اذا نجحت وجبت القطعة راح اصير جزء من الكومبانيونز. اوكي القطعة هان. اظن بقدر اسافر لهان. بالمناسبة بما انه هسه في الطريق، خلوني اشكركم كلكم على التعليقات الخرافية في المقطع السابق، صراحة ما بعرف ليش بس كانت كلها تعليقات جميلة عن جد. وبكل صراحة كل التعليقات عجبتني بشكل مش طبيعي، نصائح ودعم يعني صراحة اشي خرافي، شكرا كثير لكم كلكم. طبعا هاي كل التعليقات زي دائما. اوكي وصلنا، نايس. المفروض يكون معي 2 صح؟ اه تمام 2 معي، نايس. اوكي يلا فينا. اوه شت، اوه ماي جاد، هنا عن شت. طبعا موت. اوف طلعوا كيف طار. ماشي عندي سؤال، لو امسك سلاحين بايدي سيفين بصير اقوى؟ اوكي هيك بصير اسرع في الضرب. خلينا نلاقي طريقه نفتح فيها هذا يعني. اه بوشنز اوكي باخذهم، اظن هاي، بس اذا كبست هاي خايف هذا يسكر، بس شكل لازم اسويها صح؟ يا توقعت. هيو جاي يحكي معي، يب هيو جاي يحكي معي، يعني اكيد واضحه. شكلك راح تموت. يا راح يموت. لا لا مشان الله، لا 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 لا, لا راح يقتلوه. بدي اساعده. وات؟ او ماي جاد، تحول لمسترئب. وات؟ شوي. فكرتك راح تموت، طلعت قوي يا رجال. انا برضو اقدر اسوي هالحركه، بس يعني مصاص دماء مش زيك. لحظة أنا هيك أسرع بكثير في الضرب. أوف God damn. لا شيء، لا نفس السرعة ولا أنا بتخيل، ما بعرف أصير أسرع مش متأكد. اسمهم السيلفر هاند، شو يعني سيلفر هاند؟ مش عارف. آه إذا السيلفر هاند زي
دون جارد، الدون جارد بيكره الفامبايرز، والسيلفر هاند بيكره الوير وولف. اوكي نايس 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 فيري نايس. هناكل اكيد هان يعني. يب هنا في باس ولا شيء. اوه صيحه جديده توقعت. انفيرنو فاير بريث. اوه دام لحظه شوي، صيحه النار عندي صارت اقوى. اوه صارت صيحه النار اقوى. ها لحظه شوي، في صيحه عن الوقت سلو تايم. تبطئ الزمن بس لكم؟ وش الفائدة منها؟ ما بعرف صراحة، بس الحركة خرافية. ها هي القطعة اللي نحتاجها صح؟ يب أخذناها. وهنا في هيلينج هيلينج. أوكي في حد أجا. تمام هسه بس نرجع الإشي، بس طبعا راح يفتحوا القبور أكيد. تعرفوا عندي فكرة حلوة، عندي فكرة حلوة كثير. وقت إني أستعمل سحري، أقوى سحر عندي. اصحوا وكاتلوا لإلي، قاتلوا لإلي، عندي جيش كامل، قاتلوا، طلعوا، قاتلوا يا أتباعي، موتوا كلكم، قاتلوا يا، قاتلوا، الحكوه، الحكوه، يس، اهجموا، يس، شجعهم، لا أنا اللي بشجعهم، أنت اهجم، أوتش، وات؟ آه يو بيس أوف شيت، من ورا؟ نايس، حلو. قاتلت بشرف. Very nice. أحسنتم. كي أظن هسه بس نرجع. هاي رجعت. لا تستناني. راح تخوني، راح تخوني، صح؟ راح تخوني بطريقة، بس معي هذا فمش مشكلة. راح ترحبوا فيي، راح أصير companion. اوكي صرت جزء منهم. سيرانا واقفة على الحيط، يلا سيرانا تعالي. لحظة ايش مهمتي؟ انا مش فاهم، لازم اقعد اثبت حالي يعني هسه؟ اوكي اذا نايس. في واحد في وايترن دخل حيوان على بيته، لازم اقتل الحيوان. وين المهمة؟ ليش انا مش شايفها؟ اوكي صراحة انا ما بعرف شو مشكلة هالمهمة، بس هالمهمة مش شغالة بالمرة، فراح اروح اخذ مهمة من واحد ثاني صراحة. لازم اخلص ذيك المهمة بس. هذه المهمة فيها مشكلة كبيرة. الهاغريفن موجود في سكال فيليج، سكال فيليج موجودة في سولسدايم، ودير ووتكتر ماتن زمان، و هالمهمة فيها جلتش مش طبيعي. اوكي هالمهمة فيها مشكلة، فراح استعمل كوماندز عشان اشيلها. اخ اخيرا فهسه احكي معها. اوه كمان مان كمان مان. اوكي ستيج 1 خلصتها، بدي اعرف شو ستيج 20. سي ار 01 20. الله اكبر الله اكبر، خلصت المهمة. احكي معي. قتلته، اعطتني 200 ذهب عشان قعدت اقرأ في كونسول كمان زيادين محمد. قتلت الحيوان. اوه اخيرا راح نبلش المهمة. يا دي محمد سكيور. اوكي بديني اقابله تحت في الليل. لحظة شو؟ بده يعطيني هدية؟ اوه في اشي مخبى هان. لحظة شو الهدية؟ اوه ماي جاد، بدك تحول لي لمستذئب. انا جاهز. اوكي يلا عشان القصة. تحكيش لازم اشرب الدم. اوه نايس راح اشرب الدم. اوكي شو اسوي؟ راح اشرب دم صح؟ او ماي جاد شربت دم القرف. تحولت لمستذئب. طيب شو هسه؟ اوه شايفين السرعة؟ طلع مرة اركض كده بتصير سرعتي، بركض زي الذئب. دام أو بعد فترة خلوني أجربه. والله خرافي، حبيته أكثر بكثير من الفامباير. لحظة أنا وين؟ ليش أنا هان؟
اوكي نقتلهم. اوكي لحظة خليني اتحول، التحول كان خرافي. لحظة خليني اتحول. كيف اتحول كمان مرة؟ لحظة شوي، بطلت فامباير؟ ويت لحظة بطلت فامباير، رجعت انسان عادي، بطلت فامباير. بس سيرانا، لحظة ازيح شوي، سيرانا لساتها فامباير، بس انا خلاص بطلت فامباير اخيرا. خليني ارجع اتحول لانه كان اشي خرافي. طلع التحول كيف ينعن شت. اوكي خلينا هلا نروح، راح نقتل السيلفر هاند اللي هم بكرهونا يعني ولا هيك اشي. خلينا اقتلهم. او ماي جاد، اوه بقدر اكل عليها، كل ما اكل بصير اقوى. انك تكون مستذئب اشي خرافي. طلع كيف تاكله، قوته مش طبيعية، كيف لهالدرجة قوي؟ انا مش فاهم. لحظة شوي، كل ما اكل طلع كده ستامنا هيلث بصير اقوى صح؟ طب خلوني اكل كثير اذا عشان اصير اقوى واقوى. لحظة عندي صيحات، لحظة شوي عندي صيحة سامعين؟ اوه بقدر ازيد اشي. اوكي هاي زادت الدمج تبعي، ايش هاي بتسوي؟ هاي بتخوفهم. اذا في عندي اشي بيخليهم يخافوا. اوكي قائدهم قوي. اوكي راح اخوف الضعاف عشان اكل، راح اخوف الضعاف واكلهم، اما القوي بقدرش اخوفه اظن. يا 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 القوي بقدرش اخوفه. ايش هذا؟ كان برجع لطبيعتي؟ موت. اوكي بدي اكله، لا رجعت لطبيعتي، كنت داكله. لحظة شوي، قتلوه اللي كان جاي لحاله عشان يقتلهم، هيو قتلوه. هذا اللي حولني لويرولف مات، وهذا مستذئب ميت، بس هسه حكت لي خلص روح. اوكي يعني اظن هيك مهمتنا خلصت، شفنا كيف الويرولف مش طبيعي صراحة. هلا الشمس بطلت تتأثر فيا، طلعوا الدنيا شمس ومع ذلك هيلث لساته نفسه. اوكي هذا اللي مات كان عضو رئيسي في الجماعة، اللي يعني شخص مهم، فهسه بيسألوا مين راح يستبدله، شكله أنا. أها خلاص هيك انتهت. طيب شو المهمة اللي بعدها؟ شو أسوي هسه؟ الشاب مات وبعدين بستنى هذيك البنت. هيك أصلا هذا المقطع، إن شاء الله المقطع عجبكم. هذه كانت كيف تتحول لمستذئب في هاي اللعبة، وكانت مهمة خرافية صراحة، والانضمام للكومبانيز. إن شاء الله كان المقطع عجبكم، لا تنسوا لايك شير وسبسكرايب مع تعليق، بحب أقرأ كل تعليقاتكم الخرافية. بس أتوقع معكم يلا، السلام عليكم.